خربت وقرعست وشفت ويا ريتني ما شفتش. عرفوا بلي سباتي وانا جبت عمري وانا وجداني وجداني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم خاوتي، على بالي بلي طولت عليكم خاوتي وخياتي، ولكن الغالب بظروف شخصيه، ولكن عدنا والعوده احمد ونحب سوى هذا الفيلم هذا اللي راهو يسركل. الفيلم اللي رايح نهضروا عليه تاع الجنون والسحور والشعوذه والسحر الاسود ومن هناك. هاي اليوم جبت لكم الموضوع هذايا وراح نتعمقوا فيه. أذكر مدير ضجة إعلامية في العالم العربي كامل، ما نقولش غير العالم كامل ولكن العالم العربي، خاصة العالم العربي المسلم. موضوع تاع اليوم قلت لكم راح يحكي على واحد لاسيري اللي كانت خرجت، هي أصلها خرجت في 2014، واحد لاسيري تركية، وهاد لاسيري تركية تاع أفلام الخلعة. كاين بزاف منكم يحب يشوف لي فيلم ضروري هذوما ما يخافوش وعادي، وكاين اللي غير يسمع فيلم ضروري يقول لك ما يشوفش. المهم في ريزو سوسيو كامل راهم يهضروا عليها، وقال لك باللي السحر ما سحر والناس يتشوف والناس يتمرض والناس سحروهم وداروا فيه الصح، واحد اخر يقول لك لا ماشي صح، وراهم يدخلوا في اليوتيوب وراهم يشوفوا في الفيلم هذايا في اليوتيوب وجوجل. ما لازمكم نكوريجيكم واحد الامور على واش راكم تشوفوا في يوتيوب وجوجل ومن هناك. ايا قلت رائد واش راك دير، روح حوس ابحث خرب مليح وتجيب لخاوتك وخياتك الطالع تاع الطالع طالي، وما تخافش انا ما نخلعكمش، بصح نغلقوا هذايا باش تطير باش ما تشوفوش. الحقيقه تاع الحكايه سيكو بدات في 2014، واحد المنتج لي اسمه محتزم طوزون، طوزون اسمه شويه مهمل، طوزون ولا توزام ولا المهم اللي يسكنوا في تركيا يعرفوا كيف يسميوه. واحد المنتج كان في 2014 خرج واحد لاسيري فيلم دولار، هو بداها بفيلم وبعد ولات سيري، شغل كي تمشي تولي لك سيري. وهذاك الوقت سماها سجين. واش معناتها سجين؟ كلمه سجين ماخوذه من القران الكريم من سوره المطففين. ايا رحت بديت نبحث قلت واش معناتها سجين في القران، بالعجز رحت ديريكت مول جوجل وبديت نحوس واش معناتها سجين، ولقيتها موجوده الكلمه هذه موجوده في سوره المطففين. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين. اي بديت نحوس على التفسير تاعها، وهذا التفسير تاع ابن كثير. واش يقول التفسير؟ ولهذا عظم امره فقال وما ادراك ما سجين، يعني امر عظيم. اي هو امر عظيم وسجين مقيم وعذاب اليم. ثم قال قائلون هي تحت الارض السابعه، وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتب كتابه في سجين، والسجين هي تحت الارض السابعه. خلاص ما الاسم هذا تاع سجين هو تاع العذاب ماخوذه من القران. ذكر واش يقول الحلقه الاولى اللي كانت خرجت في 2014، حكايه حكايه بين رجل ومراه، حب ما حب والسحر ما سحر. مشات هذيك الضربه في 2014، مشات الحكايه هذه وشافوها بزاف، حلت له المنتج بدا يخرج، خرج ست اجزاء منها. ما راحش نحكي على الاجزاء هذوك باسكو ما يهموناش، راح نحكي على اخر جزء اللي كان خرج في ديسمبر 2023، يعني غير كيمه هذه هي ما تبرك، كان خرج ودار ضجه اعلاميه. الاجزاء الاولى كانوا كامل تناوها وين في تركيا، ولكن الجزء هذا ما تناوهش في تركيا، تناوه في اندونيسيا. وعلاش دار ضجه اعلاميه كبيره وعلاش الناس يتهضر عليه وعلاش رائده ويهضر عليه؟ خاطش تم استعمال فيه سحر حقاني. كيف سحر حقاني؟ نروحوا حبه بحبه باش تفهموا ونفهم انايا ونعاود ريفيزينا مع روحي. الفيلم ما راهوش موجود عندنا على اليوتيوب ني في لي مونتور دو ريشيرش، يعني تحوس عليه في جوجل ولا جوجل كروم ولا ما راحش تلقاه. واش راكو تشوفوا راهم يحطوا لكم سوالي سيري قدام سوالي فيهم واحد اخرين ويخلط لك غير الاسم هذا في هذا، وانت تطيح على راسك تروح تشوف الان ولا الدو ولا الطرو ولا ما بايش وتقول انا شفتو، ولكن الحقيقه ما راهوش موجود لا في نتفليكس لا في اليوتيوب لا في امازون لا في حتى موقع رسمي، لانه الدوكا راهو موجود مينيكمو يعني غير في قاعات السينما اندونيسيا وهذوك الجوايع. وكما يقولوا لم تخلق الا لتخترق. تم تسريب الفيلم، يعني فيلم ما هو من داخل السينما كانت طايحه بزاف، وعرضوه على المواقع تاع الدارك ويب، انترنت المظلم اللي جامي ما نصحتكم تروحوا تزوروه. ما تروحش تروح تقرا على حاجه بيراطي ولا بي سي ولا يدوا لك معلومات تاعك تولي في حاجه واحده اخرى. المهم خوكم راح نحكي لكم الحكايه ديالكم غروسو مودو بلا ما تشوفوها. خربت وقرعست وشفت ويا ريتني ما شفتش، باسكو دابري واش راهم يهضروا الناس اللي يعرفوا في الدين، قال لك تقدر تشوف وتولي اللعنه عليك. تسمى الا ولات اللعنه عليا ولا كش ما سمعتوا دوكا ولا شفتوا دوكا نظري الحوايج ولا كش ما يصراو، عرفوا بلي سبه تاعي وانا جبتها لعمري وانا وجداني وجداني.
قل لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. الحكايه تاع الفيلم انه كاين واحد المراه تحب واحد الراجل، وهذاك الراجل هو وليد عمها، وتلمو تحبو يحبها من مليك، دخلوا في علاقه غير شرعيه وداروا بونغا بونغا. وهذاك السيد هذاك وليد عمها هو اصلا مزوج وعنده دراري. ايا مول بونغا بونغا كانت المراه دي حملت منه حمل غير شرعي. ايا قاتلو دوكا سقم روحك، ريقلي روحك يا وليد عمي، راني بيبي ما غاديش نخليها هكاك، طلق المراه تاعك وارمي ولادك وارواح قد معايا. ايا وليد عمها هذايا قال لها انه ما كاش كيفاش، شغل ما كاش كيفاش، بدا دير له لابريسيون، بداو المشاكل بداو المشاكل. واش راح دير له؟ راح تسحلاتو. يعني احنا هكا شغل وحده عندها مشكل مع واحد ما ريقلاش تروح تسحلو. سيدي مليح زادوا الهواء والريح، ودي نشوفوها بزاف يعجبها واحد ما يغزوش فيها تسحلو، راجلها ماهوش يصرف في الدار تسحلو، ماهوش يهضر معاها مليح تسحلو، ما ياكلش في الدار تسحلو، ما يحبهاش تسحلو، ويحب يماه تسحلو. السحور تقف الدنيا، الجبانات القبور بارتو بارتو بارتو. الله يدير لكم. راح تسحلاتو. كيف سحلاتو؟ سحلاتو بالسحر الاسود. الحكايه هذه ماشي مستوحاه من الخيال، وانما حكايه مستوحاه من قصه واقعيه 100%. واش يدير المنتج هذايا؟ راح جاب كاع ليستوار اللي صرات، وجاب السحارين تاع الصح، وجاب المشعوذين تاع الصح، وجسد القصه في فيلم. ايماجيني قصه صرات تشوفها فيلم، ده راح تشوف بعينك كيفاش يديروا السحور. يعني راح تشوف الطريقه من الان الزاد، وراح تشوف القران بالمقلوب الله يسترنا، القران مع الموسيقى، تعويذات. يعني هذيك الهضره اللي هضروها التعويذات، هذيك تعويذات حقيقيه لاستحضار الجن. يديتو جا وقيلا تسمى جسد قصه صرات برا، جسدها لكم في فيلم، ووظف قايتك المعالم كلش بالصوت وصوره باش يصرى السحر صح. يعني الممثلين هذوك جوج كاميرون ما صرا لهم والو، ولكن دابري انا وسمعت قال لك يقدروا هذوك التعاويذ يدوروا على الناس الاشخاص اللي يشوفوها. الخبر ماشي مؤكد 100% سي نورمال، ولكن في الدين تاعنا ذلك شي واحد يعرف يقول لنا، ولكن شغل ماشي نورمال انك انت تسمع قران بالمقلوب، ماشي نورمال انك انت تسمع قران بالموسيقى، ماشي نورمال انك انت تشوف فيلم وتسمع تعويذات، ماشي نورمال انت تشوف حيوانات محنطه، ماشي نورمال انت تشوف في فيلم كيفاش يديروا السحر من ا لزد. يعني من باب الفضول راك تقرع عجم صح، اسكو يقدر ياثر عليك؟ انا جو بونس بلي نفسيا يقدر ياثر عليك، كاين الناس يتاثروا غير كيشوفوا عفسه كيما هذه نفسيا يتاثر. ما اسكو يتاثر عليك روحانيا ولا؟ والله اعلم. الممثل راح تقول لي ممثلين تولا ما صار لهم والو، بالك يصرى لهم بلوتار، بالك على عام، بالك عامين، الفيلم عنده صرا غير في ديسمبر، بالك على 10 سنين، بالك وما نسمعوش كاع حكايتهم، بالك يبداو يروحوا بالوعد. كي المرأة هذيك بدات تدير سحور راجلها، المشكل انه تسحرت راجلها وماليه، والسحر ضار عليها قايتك والعائله كومبلي وتخلطت. مشاهد قويه جدا، المخرج استعمل مشاهد قويه جدا باسكو مستوحاه من قصه حقيقيه، وكان جاب ناس اللي وراو السحرين باش يعرفوا كيفاش، وكان جاب سحاري تاع الصح، استعمل كلمات وهذوك تاع سحاري تاع الصح، قران الموسيقى الله يستر ويحفظ. طريقة الإلقاء والطريقة تاع التورناج ومن أول كانت كامل طريقة شغل تقدر تقول ناجحة 100%. وفي الآونة الأخيرة حنا ولينا كشعب جزائري ولا عربي مسلم ولا الديسكور هذا تاع السحور كاع نأمنوا به. أنا واحد ما كنتش نأمن به، ولكن وليت نأمن به. ما كنتش نأمن كاع بهذ الخوزع بلاء هذه السحور ومن أول، ولكن صراحة حوايج يخلوك تأمن به. أمام كتحوس في الدين وكذا تلقى باللي كاين منها. حنا باق من ذاك نزيدوا عليها، ومن داك ما نديروش عليها وهي تكزيستي. وفي الدين تاعنا على بالكم باللي السحر، حد السحر وشنو هو؟ سحر سحر، حد تاعو ماشي سحر. الشرق يطير. خلاصة هذه اني راح نستنتجها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى واش راكم واش راهو دوكا قلت لكم في لي مونتور دو ريشيرش ولا في اليوتيوب ولا في الحكايات من أمريكا ولا في لي ستريمينغ ولا ماشي هو. النقطة الثانية الفيلم يدور على قصه واقعيه وتورناوه بطريقه يعني من ال زد، يعلمك كيفاش دير السحور من ال زد، انت ما تعرف والو تولي تعرف كلش. يعني واحد سحار مبتدئ يشوف الفيلم هذا يولي بروفيسيونيل. تسمى هكا كاين انتاج وانتاجيه للسحاره جدد، راح يطوروهم. النقطه الثالثه ما ننصح حتى واحد يشوفه، خاصة اللي عندهم قلبهم شوية رهيف وما كان لا تاول انت لا تروح تلعبها مارق، وانا نشوف فيهم ضرر ما يصرى لي والو، شفت فيهم فلاني وما تخلعش منهم ليك.
باسكو يا اخي دائما يا اخي شفناها في حياتنا اليوميه وفي الفيلم كامل ولا سيري كامل، دائما تلقى هذاك راس اللي بعدك اللي يلعبها مارق هو اللي طفر فيه الاول. يا اخي تشوف فيلم دوغر هذاك اللي يلعبها مارق ورايح على راسه هذاك هو اللي يطيح الاول، تاع المافيا هذاك اللي بلبل بزاف هو اللي يطيح الاول، في بوليسي هذاك اللي ما يخافش يلعبها دائما هو لاكسيون هو منا ومن هيك عوزي هو اللي طفروها فيها الاول، هذا ما تستفد منه والو، هذا راح يمرضك نفسانيا يوسوسك، هذا لما ما يدير لك والو يوسوسك. لحقنا نهايه الحلقه خاوتي تاع اليوم، الى ما راكش مفعل الجرس وما راكش مابوني القفله اللي تلقاها تتبزز حلقه جديده ان شاء الله، موضوع جديد، تشاو راكاتسي.